كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النهاردة اتصل هاتفيا باللاعبة ميار شريف نجمة التنس بعد أدائها المتميز. زي ما قلنا صحيح خسرت أمام مصنفة رابعة على العالم، لكن رئيس النادي كان حابب أن يوجه تحية أو يرفع من روحها المعنوية زي ما بنقول، ده الحقيقة اللي هي تستاهله، وأنه يشيل بمستواها وخسرتها بشرف ده طبعا يعني كل التقدير. كمان كان بيحييها أو بيقدم لها الشكر أو التقدير أو الدعم، وأنه فخور بأدائها وبطموحها ده بعد كل اللي بذلته من جهد كبير، وأن هي كمان يعني ده كان عندها استعداد وكان عندها زي حماسة زي ما بيقول كده قوية لهذه البطولة، ده صحيح. فأدت ده صحيح. لحد آخر لحظة، وظهورها بالشكل المتميز ده أمام بطلات العالم ده أكيد بيجي من وراء دعم كبير جدا، أولا دعم النادي، دعم النادي لكل أبنائه الحقيقة في مختلف اللعبات الرياضية، وأنه يقدم أفضل العناصر اللي بتمثل مصر هو في النهاية في كافة المحافل الرياضية. صحيح طبعا. كابتن محمود الخطيب دايما وحريص دايما، زي ما شفنا كابتن محمود الخطيب متواجد في ملعب كرة الطايرة ومتواجد في كرة السلة، كمان بيدعم كل أبناء النادي الناجحين والطموحين، وزي ما بنتكلم هو بس مش النادي الأهلي ده على مستوى مصر.